الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة رجاء رمزي، إليك رجاء. شكرا محمد، شكرا أدا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها تفاضل حاليا ما بين عدد من أفضل أنظمة التداول العالمية، وذلك للتعاقد معها العام المقبل، كما تستهدف إطلاق مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضافت إدارة البورصة أن التعاقد مع مجموعة ناسداك لاستخدام نظام إكستريم للتداول سينتهي العام المقبل، مشيرة إلى أنه تجرى دراسة لعدد من الأنظمة الأخرى، منها نظام ميلينيوم ببورصة لندن، للتعاقد معه أو استمرار التعاقد مع بورصة ناسداك. كما أكدت إدارة البورصة أنه يجرى حاليا العمل على اختيار عدد من الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تمهيدا لإطلاق مؤشر يعمل وفقا لمبادئ الشريعة، وذلك بهدف ترويج المؤشر عالميا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تفضل الاستثمار في هذا النوع من الأدوات المالية. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص في الإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.5% لتبلغ 86 دولار و 81 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.5% مسجلة 83 دولار 19 سنتا للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.23% لتصل إلى 3 دولارات و11 سنتا للتر، بينما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.25% مسجلة دولارين 2.77 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بلغ الطلب العالمي على نفط مستوى قياسي قدره 103 ملايين برميل في اليوم في يونيو، وسط توقعات وكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب على النفط إلى مستوى قياسي. رحبت فرنسا بنجاح عملية سحب النفط من ناقلة صافر قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، وزوال الخطر الوشيك بحصول تسرب نفطي. كانت عملية سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة قد بدأت في أواخر يوليو الماضي، ذلك وفقا للأمم المتحدة بعد تهديد بتسرب نفطي كان سيلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر، وأيضا بمرافق حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش. وإلى إسبانيا، التي أعلنت عن ترشيح نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد ناديا كافلينيو لتولي إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم. ستواجه كالافينو، وهي مسؤولة سابقة في المفوضية الأوروبية، العديدة من المرشحين الآخرين للدور المتنازع عليه وبشدة، الذي لم تشغله امرأة من قبل،
بمن في ذلك مارغريت فيستهاجر مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتنظيم الرقمي. من المتوقع أن يختار وزراء مالية الكتلة الرئيسا جديدا في اجتماع مرتقب لهم، وذلك في شهر سبتمبر المقبل. ذكرت شركة الطاقة المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا إسكوم، ذكرت أنه سيتم تمديد قطع التيار الكهربائي حتى إشعار آخر. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سبب انقطاع التيار الكهربائي في جنوب أفريقيا هو نقص في قدرة التوليد. هذا وتعاني جنوب أفريقيا حاليا من أسوأ أزمة في الكهرباء، حيث يتم وقف تشغيل محطاتها والتي تعمل بالفحم وتنتج أكثر من 80% من الكهرباء، وذلك بشكل منتظم. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى أدا ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجاء.